مشاهدينا اهلا بكم الى فقره الرياضه اليوم والتي نبدا من المغرب حيث تعاقد فريق الوداد الرياضي اليوم الثلاثاء رسميا مع اللاعب اسماعيل حداد قادما اليه من فريق حسنيه قدير وذلك بعد مفاوضات طويله بين الطرفين انتهت بانتقال اللاعب لفريق القلعه الحمراء ووقع الحداد 24 عاما وقع عقدا مدته 5 سنوات لتحسم اخيرا قضيته مع فريق الحسنية بعد أن كان اللاعب قد رفض الاستمرار في اللعب مع الفريق السوسي الذي أحرز له الموسم الماضي 6 أهداف. يشار إلى أن الوداد انتدب هذا الموسم مجموعة من اللاعبين كابراهيم البحري وجمال أيت بن يدر ومحمد أنجم وزهير العروبي. إلى كرة القدم الأوروبية الآن حيث تطرق الهولندي لويس فان جال مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزية اليوم الثلاثاء تطرق في سان خوسيه الأمريكية حيث يقوم فريقه بجولة إعدادية إلى انضمام مهاجم مفاجأة قبل بداية الموسم ونفى فان جال في الوقت نفسه الشائعات التي تتداولها وسائل الإعلام بخصوص التعاقد مع مهاجمي بايرن ميونخ الألماني توماس مولر وبرشلونة الإسباني بيدرو رودريغيز. وقال فان جال إن المفاوضات جارية والأمر يتعلق باسم آخر وليس أحد المهاجمين الذين تم التطرق إليهم في وسائل الإعلام مطالبا الصحفيين بالتحلي بالصبر لمعرفة هوية المهاجم الجديد. وتعاقد فريق مانشستر يونايتد حتى الآن مع الألماني باستيان شفاينشتايجر من بايرن ميونخ والفرنسي موغان شنيدرلان من ساوثهامبتون والإيطالي ماتيو دارميان من تورينو والهولندي ممفيس ديباي من بيز في إيندهوفن. ويأتي كلام فان جال بعد أن كشفت قناة سبورت وان الألمانية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض مغري لفريق بايرن ميونخ للحصول على خدمات المهاجم توماس مولر خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت القناة أن عرض فريق يونايتد وصل إلى 100 مليون يورو وعقد مدته 5 سنوات لإقناع إدارة البافاري للتخلي عن نجم الفريق في الصيف الحالي من أجل تعويض رحيل الهولندي روبن فان بيرسي لفريق فنرباتشي التركي. على صعيد آخر استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جولته التحضيرية بالفوز على فريق روما الإيطالي بضربة الترجيح 5 ركلات مقابل 4 بعد تعادلهما بهدفين مثلهما في الوقت الأصلي اليوم الثلاثاء على ملعب ميلبورن للكريكت في أستراليا ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية. وجاءت البداية صاروخية بالنسبة لرحيم ستيرلينغ الذي حقق بداية واعدة جدا مع فريقه الجديد انضم إليه من فريق ليفربول في صفقة تعتبر الأغلى بالنسبة للاعب إنجليزي وصلت إلى 76 مليون دولار إذ افتتح التسجيل بعد أقل من 3 دقائق على البداية. لكن البوسني ميرالين بيانيتش شارك التعادل في الدقيقة 8 بهدف رائع. في بداية الشوط الثاني استعاد سيتي التقدم بهدف من كليشي هيناشو الذي استغل خطأ فادعا من الدوري الإنجليزي السابق أشلي كول. ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87 عندما أدرك آدم ياييتش التعادل من ضربة حرة قبل أن يتألق الحارس جو هارت في حصة ضربات الترجيح ويمنح الفوز للنادي الإنجليزي. بدوره تنتظر فريق برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا تنتظره مباراة ودية استعراضية هذه الليلة بولاية كاليفورنيا أمام لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. قبل المباراة التقى لاعب البارسا بكوبي براينت أحد أساطير كرة السلة الأمريكية ولاعب لوس أنجلوس ليكرز وهو المعروف بورعه بكرة القدم التي أحبها في إيطاليا حيث قضى فترة من طفولته رفقة أسرته. براين زار فريق برشلونة أثناء جولته التدريبية في مركز ستيب هاب للإعداد لمباراته في كأس الأبطال الدولي. وقام نجم كرة السلة بالتقاط صور تذكارية مع نجم برشلونة إندريس إنيستا وعدد من لاعبي الفريق. بدوره وصل فريق ليفربول الإنجليزي اليوم إلى ماليزيا في إطار جولته العالمية تحضيرا للموسم المقبل علما أنه سيخوض مباراة أمام فريق مكون من نجوم الدوري المحلي يوم الجمعة المقبل. ولعب ليفربول بطل إنجلترا 18 مرة لعب لآخر مرة في كوالالمبور عام 2011 ويعد على نطاق واسع صاحب أعلى شعبية بين فرق الدوري الإنجليزي في منطقة جنوب شرق آسيا العاشقة لكرة القدم. وقبل وصوله إلى ماليزيا
الإنجليزية سجل ليفربول 3 انتصارات في مثلها مباريات، وتغلب فيها على فريق مكون من نجوم الدوري التايلاندي، كما انتصر على فريقي بريسبان وأديلايد الأستراليين. مع أبطال العالم السابقين والحاليين لسباقات سيارات الفورمولا 1 دعوا اليوم السائق الفرنسي الراحل جول بيونكي، وذلك خلال جنازة أقيمت له في مدينة نيس الفرنسية اليوم الثلاثاء. ومن بين من حضر مراسم الجنازة لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس والبطل الحالي إلى جانب الأبطال السابقين أنا بروست وجينسون باتون وسيباستيان فيتل. وتوفي بيونكي 25 عاما، توفي في مستشفى في نيس يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجراح خطيرة بعد إصابته في سباق جائزة اليابان الكبرى شهر أكتوبر الماضي جراء اصطدام سيارته برافعة على حلبة سوزوكا واندفاعها إلى خارج الحلبة. وكان بيونكي سائق فريق موريسيا الذي كان من المحتمل أن يكون أحد نجوم المستقبل في ظل ما لاح عن وجود فرصة له للمشاركة مع فريق فيراري، كان يرقد في غيبوبة منذ وقوع الحادث. عقد البطل العالمي في الوزن الثقيل الأوكراني فلاديمير كليتشكو مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء رفقة متحديه البريطاني تايزون فيوري في مدينة دوسلدورف الألمانية. الندوة تأتي لتسليط الضوء على المواجهة التي ستجمع بين الملاكمين في ألمانيا في 24 من شهر أكتوبر المقبل. ويعتبر كليتشكو أحد أبرز الملاكمين العالميين في الوقت الراهن، حيث لم ينهزم سوى في 3 نزالات من أصل 67 نزالا، علما أن آخر خسارة له كانت منذ 11 عاما. هذا في الوقت الذي توعد فيه البريطاني فيوري توعد كليتشكو بالهزيمة، وقال إنها مسألة شخصية لأن الملاكم الأوكراني ملاكم رتيب وممل ويريد أن يخلص الملاكمة من هذه الرتابة والرداءة على حد تعبيره. بهذا إذا نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.